تفاصيل أكثر معي مراسلنا في كربلاء حسام الكعبي. حسام مرحبا بك. حسام بشكل عام كيف سارت مراسم هذا اليوم؟ نعم يا علي، يعني قبل ساعة من الآن أعلن وزير الداخلية عن نجاح الخطة الأمنية وانتهاء يعني هذه الخطة لزيارة العاشر من محرم، وبالفعل الآن الأعداد أعداد من الزائرين كبيرة جدا تغادر كربلاء باتجاه يعني مخارج كربلاء الثلاثة، والأغلب يذهبون نحو النجف ومن ثم إلى المحافظات الجنوبية. علي، سارت الخطة بشكل ربما يختلف عن الأعوام السابقة، مع يعني توفير أجواء ربما مناسبة للزائرين الذي تتحدث عنهم القوات الأمنية والمحافظة أن الأعداد غير مسبوقة لهذا العام، يعني أعداد كبيرة ربما شاركت تختلف عن الأعداد التي شاركت في الأعوام السابقة. لذلك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المشاركة في تأمين الخطة الأمنية اعتمدت بشكل أساسي على الجهد الاستخباراتي بعيدا عن قطع الطرق. الطرق ربما أغلب الطرق هي مفتوحة وغير مغلقة عدا المدينة القديمة، لكن الاعتماد كان على الجهد الاستخباري، ولم يحدث أي خرق أمني إلى هذه اللحظة. الزائرين بدأوا يخرجون بشكل انسيابي، وبدأت الدوائر الخدمية والصحية والأجهزة الأمنية بتنظيم عملية سير الزائرين، إضافة إلى بدأت الأجهزة البلدية يعني الوضع الخدمي بالعمل ورفع النفايات وتنظيف المكانات والشوارع لعودة الحياة مرة أخرى إلى كربلاء. يا علي، مارس يعني اليوم ربما ملايين من المواطنين، نتحدث عن عراقيين وغيرهم، جاءوا من بلدان أخرى طقوس العاشر بشكل انسيابي مع توفير كل الخدمة الأمنية والخدمية، وكانت إجراءات اللوجستية يعني التي اتبعت هنا في كربلاء إجراءات مبسطة، وكان الاتفاق وعفوا خلية الأزمة كانت مشكلة من كل الدوائر الخدمية إضافة إلى المواكب، كانت كلها تتفق حول آلية العمل، وبالفعل سار العمل بشكل انسيابي وبالتعاون أيضا مع العتبتين، العتبة الحسينية والعباسية. الآن نستطيع أن نقول أن مراسم العاشر من محرم تقريبا انتهت بشكل كامل، لكن يبقى يعني تبقى قضية واحدة تمارس في كل عام، وهي يعني وهي مراسم محلية خاصة فقط بأهالي كربلاء، يقومون بإشعال الشموع بعد أذان المغرب يعني عند مرقد الإمام الحسين وبين الضريحين بين مرقد الإمام الحسين والعباس عليهم السلام. هذه الشموع وهي تسمى ليلة الوحشة مواساة إلى السيدة زينب عليها السلام. هذه الطقوس كلها التي مورست اليوم يا علي وسط أجواء أمنية وخدمية واضحة، إضافة إلى المتطوعين والذي تقدر أعدادهم تقريبا 5000 متطوع الآن منتشرين بالفعل في كربلاء ومحيط العتبتين لمساعدة الزائرين وأيضا لتنظيف المكان والقيام بدورهم هنا في كربلاء يا علي. نعم، حسام الكعبي مراسلنا في كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا لك.